مشاهدينا مجددا وسعيدي بمتابعتكم لنا بالفقرة الثانية من الموجة المفتوحة، وبهذه الفقرة رح نستضيف أمان عودي طالبة دكتوراه في مجال التربية والتعليم مركزة مشاريع في جمعية مبادرات المستقبل ومركزة مجموعة شبيبة مشروع بيتنا المركز العربي للتخطيط البديل. أماني مساء الخير وأهلا وسهلا فيك ببرنامج الموجة المفتوحة. أهلا وسهلا فيك سمر، أهلا وسهلا بجميع المشاهدين. أهلا. طبعا أماني قبل هيك ما نبدأ معاك البرنامج، طبعا إحنا كان عندنا مستضيفين عبدالله الحسيني اللي هو مدرب ولاعب للكاراتيه، وكنا نحكي كثير على علاقة الرياضة وأهميتها وأهمية أطر رياضية في مجتمعنا طبعا للحد من آفة العنف والجريمة في المجتمع. وطبعا رح نكمل معك على كل الأطر الشبيبية يعني، وطبعا النشاطات الاجتماعية للشباب والصبايا في المجتمع، وطبعا كل ما يتعلق بالتربية والتعليم هذا أهم شيء. بداية احكي لنا أماني، طبعا تم تعيينك مؤخرا كمركز لحركة شبيبة بيتنا في حيفا، احكي لنا شوي عن هاي الحركة. مشروع حركة شبيبة بيتنا هي بالأساس من مشاريع المركز العربي للتخطيط البديل. طبعا احنا اخترنا، هي موجودة اليوم بتقريبا 21 قرية ومدينة عربية، يشمل كمان قرى اللي غير معترف فيها بالنقب. بالأساس حركة بيتنا أو شبيبة بيتنا هي جاي عشان تعطي الأدوات والمهارات لشبيبتنا إنهم يكونوا مستقلين مؤثرين بالبيئة اللي هن عايشين فيها. ويوصلوا للقيادات. إحنا منآمن بشبيبتنا إنه هن قادة المستقبل، فمنحب نعزز فيهن هاي المبادئ لحتى يكونوا نشطين ومؤثرين بالبيئة اللي هن عايشين فيها. لما نحكي قياديين إحنا منفوت على السياسة ولا قياديين بمجالات أخرى؟ طبعاً بفكر أنا أن كل شاب وصبية عندهم القدرة أنهم يقودوا شيء معين. القيادة هي ليست فقط بالسياسة. أنا من وجهة نظري بشوف لما في عند الشباب روح المبادرة والروح أنهم يعطوا للمحل اللي هن عايشين فيه عشان يحسنوا، بالتالي هن بيعملوا هذا الإشي لنفسهن. وممكن بالمستقبل يكونوا كمان جزء بالسياسة، ولكن لا، القيادة الشبابية اللي هي تقتصر حاليا على المحل اللي هن عايشين فيه وعلى مجتمعهن ومن ثم لأبعد من هيك. اكيد اشرح لنا هيك اكثر بالضبط عن، يعني تعال نقول شو بتتضمن هاي الحركه، يعني شو البرامج او شو المشاريع اللي بتعملوها ضمن هاي الحركه الشبيبيه، يعني لما طبعا بنضموا شباب وصبايا. طبعا احنا في عنا مواضيع ومضامين معينة اللي احنا منحب انه نشدد مع الشبيبة عليها، زي الاستقلالية. كيف اني اجيب مبادرة معينة وانتجها من الالف للياء. كيف اكون مؤثر، كيف اعطي، كيف نعطيهن المهارات الصحيحة انهن يقودوا القيادة ويكونوا هن يعني موجهين للجيل الاصغر. منهن تقبل الذات، كيف كل ما يخص التعامل مع الشبيبة، مع الصعوبات اللي هن بيواجهوها كشبيبة. فهاي الأمور هي بالأخص اللي احنا نتحدث عليها. بدنا نحكي على الأجيال طبعا أمانة، على أي أجيال احنا بنحكي؟ مين ممكن إحنا يتوجه طبعا ويكون ضمن هاي الحركة؟ احنا من جيل 12 وما فوق. من جيل صغير يعني، مش صف سابع. صفوف سابع لا حتى. انا فكرت عن فوق ال 18. لا لا. في مشاريع اللي هي خاصة لهذا الجيل، ولكن الشبيبة هي بالاساس من جيل 12 حتى الصف العاشر بعتقد 17. انا مش عارفة هن اطفال. اذا بتقعدوا وتتخرفي معاهن حديثن بتاتا ما له علاقة بالطفولة مع يعني هي مش مع الأسف، بس إحنا اليوم موجودين إنه في وعي أكتر، يمكن ذكاء أكتر، انفتاح أكتر كمان. بفكر إنه إحنا عايشين بحياة اللي هي بعصر اللي هو متغير بطريقة جدا سريعة، فهن مواكبين لكل هاي التغيرات، وبالتالي هاد بيأثر على نموهن وانفتاحن لمواضيع مش من جيلهن يعني. للأسف يعني من جيل 12 أمانة لأي جيل؟ حتى جيل 17. وبالحركة اللي طبعا موجودة عندنا بحيفا قديش كم
حاليا احنا موجودين شاب وصبية عندنا ما يقارب بحي واحد. احنا حاليا بلشنا ببايلوت هاي السنة. بنتمنى انه السنة الجاي يكون في عندنا مجموعات بجميع الاحياء العربية. اليوم عندنا مجموعة اللي هي مكونة من 30 شاب وصبية. حلو، 30 يعني مش قليل. اللي عمليا بنشتغل على مبادرات اجتماعية على تعزيزهن وتثقيفهن بالمجالات اللي طرحتها. طبعا احنا اماني بنعرف انك ناشطة اجتماعية ونشطة سياسية. صحيح. وطبعا دائما بتحب هيك مبادرات وبتعمل الشغلات يعني بالسنوات الأخيرة خاصة بنشوف وبنسمع. السؤال، كيف وصلت لهي الحركة وليش حبيت تكوني ضمن هاي الحركة؟ أنا بحب أحكي إنه إحنا بعدنا بالبداية، يعني عم نسجل الحركة، فأنا بعتبر حالي إن أنا جزء من تأسيس الحركة هاي. أنا مجالي هو التعليم اللامنهجي وكمان مواجهة مجموعات للشبيبة، فبشوف حالي كتير هناك، بحس إني كنت يعني بحب إني أكون جزء، لانه انا بهذا الجيل ما كانش في عندي هذا الاطار. فكتير بيسعدني اني انا اكون الاطار لهي الشبيبه، انا اكون هذا البيت اللي بيحتوي هذا الجيل. فمن هذا المحل اللي انا بامن كتير بهذا الجيل، فمهم لي اني اكون جزء من سيرورتهن بهاي الفترات. اكيد. وطبعا هي كمربيه اماني، زي اقول لك اماني كاماني كمربيه، وطبعا كمان ام لطفلين، يعني هيك انت عم تبني المستقبل كمان انه اولادك يكونوا ضمن هاي الحركه ويكونوا مؤثرين في المجتمع. اماني مؤخرا كمان بالانتخابات الاخيره كنت مرشحه لعضويه بلديه حيفا. احكي لنا هيك شوي عن هاي التجربة اللي خطيها. بفكر انه التجربة هاي كانت جدا معلمة بالنسبة لي. هيك فرجتني امور بطريقة اوسع، تعلمت واستفدت منها كتير. طبعا انا بنتمي لحزب اللي هو حزب الجبهة. انا بآمن بالعمل البلدي والنشاط الاجتماعي. وبفكر انه احنا عندنا بحيفا مهم كتير انه نكون جزء من اي برنامج او من اي مخطط اللي من خلاله احنا بنقدر نعطي لمجتمعنا العربي بحيفا. فكانت تجربة رائعة، يعني هيك اللي عن جد فرجتني امور كتير. وسعيد اني كنت جزء منها وانه تم اختياري اني اكون بالترشح. طبعا انت اليوم بتكوني كمان عضوه في لجنة الشبيبة بحيفا، كمان رح نذكر هاي النقطة. وإحنا طبعا اليوم بدنا نسلط الضوء، بما إنه كل الوقت بنضلنا نحكي على أفة العنف والجريمة وبس على أشياء سلبية، إحنا بدنا نسلط الضوء طبعا على الشباب والصبايا اللي موجودين عنا بالمجتمع، اللي طبعا بنفتخر فيهم وبنعتز فيهم. أكيد. وطبعا أماني واحدة منهم، أنت كمان يعني تسلمي. أم شابة وامرأة شابة زي ما قلنا، دايما نشطة اجتماعيا وعم تعمل إسها كمان دكتوراه، يعني مش هبين الواحد يعمل لقب أول ثاني. بحكي يعني دائما بشارك القصة انه انا ولا مرة كنت اتخيل حالي ان انا مكملة حتى للقب ثاني. ولكن الواحد لما بشعر انه هو بالمكان الصح فالطاقات هيك بتيجي لعنده. وعن جد يعني أكيد. منحب نسمع منك اماني كمان هيك شوي عن جد، بدنا نشجع اكثر احنا صبايا يعني قد ما بيقدروا يكملوا كمان التعليم اللي بحب طبعا التعليم، او ينخرطوا اكثر في المجتمع وفي كل النشاطات وحتى في التطوع. يعني احنا كمان كثير مرات بنحكي على اهميه التطوع في المجتمع. صحيح. احكي لنا يعني شو ممكن تكون التحديات، خاصه زي ما قلنا انك انت كمان ام وزوجي ومكمله تعليمك يعني بجيل صغير. شو هي التحديات اللي ممكن تواجهها شاب صغير في العمر وتوصل لنجاحات وانجازات؟ اولا انا بآمن انه احنا كنساء في لنا دور جدا قوي واساسي بكل ما يخص مجتمعنا، تعال نحكي. ومهم انه احنا نكون باماكن وبمناصب اللي هي مؤثره، اللي نقدر نكون مؤثرات بكل ما يخص كل المجالات، بجميع المجالات طبعا. اكيد. الصعوبات بخلاش الامر، يعني اكيد في كثير صعوبات، يعني من ناحية إنه كيف بدي أنسق وقتي، كيف بدي أرتب أموري، شو أولوياتي. فبس لما الإنسان فيه بيكون حده ناس كمان اللي هي داعمة لإله، وهو مآمن بنفسه وبقدراته، بفكر إنه التحديات حتى بتكون أسلس إنها الواحد يمرقها. فأنا بفكر إنه كل امرأة لازم
تحقق ذاتها وما تستسلم للواقع وتحكي أنا ما عنديش القدرة وبقدرش حاليا. بفهم إنه في كتير صعوبات إذا كان مادية إذا كان اجتماعية، بس بالآخر أهم إشي إنه الإمرأة توصل لمحل اللي هي متصالحة مع نفسها ومحققة ذاتها، هي هذا أكبر إنجاز. وطبعا كخبيرة في التربية والتعليم أماني، قديش برأيك هذا الشيء ممكن يأثر على الأطفال، يعني على أطفالنا؟ يعني كتير مرات بحكوا أوكي الأم العاملة بتكون كتير ساعات برت البيت، بس قديش برأيك هذا الشيء ممكن يأثر إيجابيا على الطفل، خاصة لما بشوف إنه أمه أو أبوه، بس إحنا بدنا نركز على النساء، فإنه أمه عن جد بالمحل اللي وصلت لمحل معين، أنجزت ومحقق ذاتها، كيف الإشي بأثر إيجابي من ناحية التربية عم بحكي؟ أنا بفكر إنه لما أنت أم أنت عندك دور جدا أساسي بحياة أطفالك، بالتالي أنت المثال الأعلى لإلهن، فهني بتقلدوا فيك بأي إشي، إذا كان كلمة صغيرة بتحكيها فهني بتقلدوا فيك، وأنا بدي أكون زي أمي، فهاي الجملة اللي أنا بدي أكون زي أمي كتير بالنسبة لإلي كبير، يعني لما بنت صغيرة عمرها 3 سنين بتقولي ماما أنا زيك وأنا بحب أكون زيك، فهذا الإشي كتير بسعدني وبيعطيني هيك فخر إني أنا أكون هذا المثل الأعلى لإلها. فعلى سبيل شخصيتهم الإشي كتير بيأثر عليهم إيجابياً. إيجابياً. لأنه فينا بأخذ الشق الإيجابي وفينا بأخذ الشق السلبي. تعال نقول إذا في إشي سلبي شو ممكن تكون السلبيات؟ ممكن إنك أنت ساعاتها أقل بتقضيها معهن، ولكن في أيام عطل، في هاي النص ساعة قبل النوم اللي بتقعدي معهن بتقرأ القصة، وفي حوار بدور بيني وبين سما اللي أنا بالنسبة لي هاد بيسعدني، يعني لما أنا بحكي معها بهاي أهم ساعة على فكرة عند للأطفال إنك تحكي معهن، هي الصبح وقبل النوم بذوت الأمور بطريقة أسرع. صحيح. فأنا بستغل هذا الوقت كتير منيح إن أكون معهن الصبح أشوفهن، وكمان قبل ما ينام أكون معهن وأشوفهن، بفكر انه بعطيهن الطاقه الكافيه انه هي يعني انا هون انا ام موجوده معاكم. بوافقك بوافقك اماني. السؤال هو كمان اذا بدنا نرجع شوي هيك للمجال السياسي، يعني قديش برايك مهم اليوم النساء في مجتمعنا يشاركوا سياسيا او يكونوا تعنقون مؤثرات من ناحيه سياسيه؟ قديش هذا ممكن الاشي يغير في المجتمع؟ أكيد ممكن يغير. أنا بفكر إنه كل معضلة أي أشياء ممكن يغير. أنا بفكر إنه كل معضلة النساء ممكن يحلوها، فعشان هيك بفكر إنه لازم يكون أكثر نساء بمجال السياسي. لأنه فعلًا إحنا في إلنا دور أساسي إنه أنا هو السؤال يعني كمان شو برأيك النساء بالسياسة ممكن يحلوها أحسن من الرجال؟ من السياسيين في كتير يعني معضلات اللي احنا عندنا هيك، احنا كمان سياسيات بالتعامل ببيتنا مع ازواجنا مع الشركاء، احنا كتير سياسيات وبنعرف نتعامل بطريقه جدا ذكيه. بفكر في ممكن احنا نطرح حلول اكثر او نعطي امكانيات اكثر اللي ممكن الرجال ما بفكروا فيها. فبس على يعني الامراه هي عن جد جزء جدا اساسي بالمجتمع، وهي لازم يكون لها حصة أكبر بهاي الأماكن. فمع الأسف أنه إحنا مش عن جد في عنا نساء اللي هي بتجرأ أنها تطلع للسياسة. صحيح. ولكن في كتير نساء اللي هن مؤثرات ومبادرات بمجالهن. بفكر إنه لازم أكتر نكون بهذا العالم السياسي ونأثر أكتر فيه. أكيد. برأيك شو التحديات أو شو الأشياء اللي بتخلي نساءنا يمكن في منهن إنه بيحلموا أو بيطمحوا أو حابات يكونوا، بس في إشي هيك موقفهن؟ طبعا إحنا مش رح إسا نحكي على أمانة لأنه فهمنا إنه في عندك دعم، يعني في عندك الدعم الكافي وعندك الهدف تاعك، ولكن بنعرف إنه في كمان شريحة جدا كبيرة من نسائنا في المجتمع إنه فيش عندنا هاي الفرصة أو يمكن فيش عندنا هذا الدعم، فشو رأيك هي التحديات اللي أو الصعوبات اللي بيواجهوها نساء مجتمعنا؟ طبعا أكيد بتسمع كتير خلال أنا بتعمليها. بفكر إنه حكيت على قصة الدعم، بفكر كمان إنه عدم المعرفة أو النساء يمكن شوي مش ما بيواكبوا هاي الأحاديث السياسية، فالخوف ممكن كمان يكون جزء من إنه أنا بخاف أروح وأتجرأ إني أكون بهيك محل. عدم الثقة، في كتير نساء اللي ما فيش عندهم ثقة كافية بنفسهم إنه يحكوا أنا بدي أكون بهذا المحل. هاي ممكن تكون عواقب أو تحديات اللي هي لازم مع نفسها تحلها طبعا. أكيد.
وإذا بدنا هيك نرجع أماني للموضوع اللي حضرتك طبعاً عم بتكمل فيه وبتعمل الدكتوراه اللي هو التربية والتعليم، حاصلة طبعاً على لقب أول تاني، احكي لنا ليش اخترتي بالذات هذا المجال؟ إذا بترجعي قبل هيك 8 سنين ما كنتش بتاتاً بدي أكون بمجال التربية والتعليم. ولما بلشت مسيرتي التعليمية فهمت قديش إنه إحنا بحاجة لناس اللي هي تكون عن جد مؤثرة بهذا المجال، بمجال التربية والتعليم، بما إنه أغلبه كمان نساء، فبتحس إنه قد ما يكون فيه بحاجة إحنا إنه نطور من هذا المجال أكتر وأكتر بمجتمعنا. فأنا اخترته من محل اللي أنا بدي أعرف كيف، شو هي الطرق الصحيحة، شو الإشي الصح وشو الإشي الغلط اللي أنا أعمله معه. حتى أنا كأم أنا بلشت تعليمي لما كان عندي رازي ابني الكبير، فحسيت إنه أنا يمكن بحاجة أكتر لتوجيه، إن بدي أكون أكتر فاهمة هذا المجال، ففتت من هذا المنطلق إن أنا حابة أعمل إشي بهذا المجال. ومن هناك حسيت إنه هذا هو المحل اللي أنا بدي أكون فيه، وهذا المحل اللي بيناسبني. وتطورت، يعني أنهيت اللقب الأول واستمرت باللقب الثاني، وحاليا طالبة دكتوراه. بالتوفيق أماني. احكي لنا هيك أكثر، طبعا كأم وكمربية، يعني شو برأيك إحنا ناقصنا اليوم بالمجتمع وبالمدارس العربية من ناحية التربية والتعليم؟ شو أنت رأيك بشكل عام على الوضع القائم؟ اولا انا بتمنى كمان. انا بتمنى انه احنا نكون نقدر نوصل لاستقلاليه اكثر بكل ما يخص التربيه والتعليم. شو القصد يعني من ناحيتي يكون في عندنا وزاره خاصه، وزاره التربيه والتعليم اللي هي خاصه للمجتمع العربي. بفكر هذا إشي جدا صحيح كمان انه يكون، يعني وهنا بفكر بيجي دور السياسيين انه يثابروا ويشتغلوا على هذا الموضوع. ليش هيك برأيك؟ لأنه بالمنهاج بشكل عام اليوم إحنا إذا بنطلع على المنهاج التعليمي تاع المدارس العربية كله بده تغيير. كله من ناحية المضامين، من ناحية أنا بدي أحكي شوي على الثانوية لأني أنا كمان بالثانوية أكتر. التخصصات الموجودة عندنا، نظرة الطلاب للمدرسة ونظرة المعلمين للطلاب، وحتى نظرة الأهل لمؤسسة المدرسة أو لشو وظيفة المدرسة ودور المدرسة عند الطالب. بفكر إحنا إذا لازم نشتغل أكثر على هذه المثلث، الطالب المدرسة والأهل أو المعلم اللي هو المسؤول عن المؤسسة اللي الطالب موجود فيها. في عندنا كتير نواقص، في عندنا عدم استقلالية من ناحية المدراء وقراراتهم بالمدرسة. فإحنا لازم نشتغل على إنه يكون في عندنا أكثر هاي الاستقلالية والإمكانية إنه نأثر على القرارات اللي بتكون موجودة بالمدارس. شو النواقص اللي أنت شفتها عندنا بالمدارس العربية؟ هل هي مواضيع ولا هي أشياء متعلقة تنقل بمهارات حياتية أو أشياء لازم يتعلمها؟ مش بس يعني أوكي تعلم الإنجليزي والعربي والرياضيات وكل هاي الأمور. اليوم مع العصر اللي احنا عايشين فيه، المعرفه والتعليم الطالب بيقدر ياخذها من اي مكان، يعني اليوم غلط كمان. بس عندك اليوم عالم الاي اي اللي هو مفتوح للكل، والانترنت بشكل عام اليوم مفتوح للكل، فالعلم تقدر تاخذيه من اي مكان، ولكن المهارات الاجتماعيه، المهارات الحياتيه مش عن جد موجودة بكل مكان. أنت بحاجة أنك تشغلي هاي العضلة وتعرفي كيف يعرف الطالب كيف يدير أمور معينة، كيف يدير التحديات اللي بتصير معه، كيف يدير المشكلة إذا نحط بمشكلة معينة، كيف أنا لازم أتصرف. يعني حتى أنا بوقت اللي أنا تخرجت قبل 13 سنة تقريبا، خلصت مدرسة، إيش بدي أعمل؟ وين بدي أروح؟ كيف ببدأ حياتي؟ فالمدرسة بفكر إلها دور جدا أساسي بإنها تهيئ الطلاب لما بعد المدرسة للحياة الحقيقية عمليا اللي بنطلقوا لإلها. صحيح. طبعا هيك كان لنا كتير دردشات أماني بدون علاقة للبرنامج قبل صحيح. البرنامج، وكمان حبيت أحكي معك على هاي النقاط، إنه طبعا كمان كنت مربية بعدك كمان بمدارس يهودية، وكنا نحكي على الفرق عن جد بين المدرسة اليهودية والمدرسة العربية، وإحنا دائما بنفتخر بمجتمعنا وبكل الأشياء الموجودة عندنا في المجتمع، بدناش بس نحكي على الأشياء السلبية، ولكن في عن جد هناك فروق كتير كبيرة يعني. وحكينا على قديش كمان معاملة المعلمين للطالب ونظرتهم للطالب قديش بتأثر، لأنه
كنا عم نحكي مثلا كثير مرات ممكن نشوف عندنا طلاب مبدعين اذكياء ممكن يقدموا شيء هالقد حلو بس دائما لما بتيجي تحكي معهم على الموضوع اللي هن مشتغلين عليه وبنرجع نحكي عن جد اذكياء ابداع بطريقه مخيفه ولكن فيش ثقه بالنفس بيبدوا بتعرف هيك يفوتوا ببعضهن ويتخبطوا ببعضهن فاحكي لنا هون على هاي الفروقات وشو برايك السبب لوجود هذا الشيء كمان نقطة بس انه في صح في اولاد بيكون عندهم شخصية قوية بدون علاقة بس اغلب الشخصية القوية هي بتكون مكتسبة من البيئة وطبعا من المدرسة 100% بالتالي انت الطفل اغلب وقته بيقضيه مع بالمدرسة مع المعلمة اللي هي الام الثانية يعني صحيح. عمليا بفكر الفروقات الأساسية من الفروقات الأساسية هو فعلا انه قدرة المدير انه يأثر يقدر يشغل المعلم اللي بشوفه مناسب يعني انا اغلب المعلمين اللي انا اشتغلت معاهم بالمدارس اليهودية هن معلمين اللي هن اجداد عندهم بعد الشغف اللي انا جاي اعطي واعلم وبتطلعوا على المهنة طبعا من ناحية مختلفة تماما اني انا بدي هأثر على هذا الجيل الصاعد عندهم أول إشي الإمكانيات المدارس تعال نحكي عن إنه من كل صف في أكثر من صف واحد المربيات في دائما عندهم المربي والمساعد يعني في أكثر من حدا مش شخص يعني الطاقم مش من معلم واحد إنما في كمان مساعدة الصفوف هقل عددهن التركيز بيكون كتير على الطالب يعني بحال شافوا طالب اللي هو ما عندوش كتير قدرات بحاولوا يشوفوا كيف ممكن أنا أطلع الإشي الإيجابي من هذا الطالب عشان أنميه عشان أورجيه أنه أنت بتقدر تعمل إشياء وبطلع إشي منك يعني بالآخر وكمان علاقة الأهل مع المعلمين أو مع المدرسة جدا إيجابية طبعا يمكن من مدرسة لمدرسة الأمور بتختلف بس أكيد. بشكل عام هاي فروقات اللي محسوسة وملموسة ودائما كنت أقول يا ريت إحنا هيك عنا كمان بمدارسنا طبعا في كتير أمور اللي ينحكى عنها بس هاي الأمور الأساسية هاي أكتر إشي اللي أنا حسيت برأيك. فيها وشعرت فيها أكتر إشي وكيف أنت برأيك ممكن نغيرها بمدارسنا؟ إنه يكون في عنا الاستقلالية الأكتر إنه نأثر بمدارسنا يعني هاي الاستقلالية اللي راح تعمل اللي أنا بفكر إنه يعني. مش بالأخص كمان الأهل في إلها دور أساسي بأولادها المعلمين لازم يكون في عندهم أكتر شغف وحب للمهنة نفسها ولكن لما أنت بتكوني مستقلة أكتر كمديرة مدرسة وعندك الإمكانيات إنك تقرري ومش حدا اللي بيحكي لك لا لازم تعملي واحد تنين إنما عندك القدرة تحكي أنا بدي أحط التنين من فوق والواحد تحت فبيعطيك أكتر مرونة إنك أنت تقدمي أفضل ما يكون للطلاب أماني طبعا كامرأة ويعني كمربية إحنا اليوم مثلا شفنا كمان بالسنوات الأخيرة تغيير مثلا سابقا قبل كتير سنوات كان النسبة الأكبر هي مدرسين أو مربيين يعني رجال بالسنوات الأخيرة عم نشوف أكثر نساء قديش برأيك لازم يكون في توازن يعني كمان معلمة وكمان معلم هل الإشي هذا ممكن يأثر على الطلاب يعني ممكن كمان هن بدهن يشوفوا إلهن قدوة يعني يكون معلم معلمة لأنه عم نشوف بس معلمات وقديش بتشوف إنه يمكن التوجه أكثر للنساء مش بس طبعا مع احترامنا للجميع يعني ممكن في عن جد زي ما قلتي مثلا أنت فتي حبيت تعرفي أكثر أشياء اللي هي شخصية وكيف أنت بدك تربي ومن هناك انفتحتي على هذا العالم وقلتي لا أنا بدي أكمل بهذا المجال وفي هناك اللي بيروحوا لأنه أوكي مناسب إلي كإمرأة بالضبط عندي عطلة الصيف وعندي العطل اللي بتكون مناسبة للأولاد بروح بساعات معينة يعني مناسب إلي كإمرأة متزوجة وكأم لأولاد قديش بتشوفي طبعا من كمان زميلات إلك في المجال إنه بيختاروا الموضوع عشان من ناحية رياحة إنه هذا الإشي مريح لإلي كإمرأة أو كأم وقديش اللي عن جد بيروحوا عن حب وعن شغف زي ما أنت طبعا فتي بهذا المجال وكملتي فيه اولا انا بفكر انه لازم يكون في توازن من ناحيه المعلمين والمعلمات لازم يكون في كمان المعلمين الذكور بالمدارس لانه لازم يشوفوا انه هي يعني هي بدايه الحياه للطالب فهو لازم يشوف التوازن كمان بهذا المحل قديش بيجوا مع شغف بفكر الكل بيبدا مع شغف بس من قد ما يعني بفكر انه شغلة المعلم هي من اصعب المهن اكيد مع جيل لانه مع جيل اليوم فيها كتير تحديات وصعوبات يعني
الشغل بيكمل معاكي لما بعد الساعات الدوام يعني. فمش عن جد انت متفرغه يعني، خصوصا اللي عندها تربيه صف اللي هي مربيه صف، عندك التواصل مع الاهل، الشهادات، العلامات، وهذا كله باخذ وقت. وهن مش عن جد باخذوا المقابل الكافي لعملهن. أكيد. طيب كل المجالات. أكيد. بس هون بشكل خاص يعني. بفكر إنه زي ما حكيت الكل بيبدأ مع هذا الشغف، وبعدين بيحكوا لك كيف بدي أخلص يعني، وعندي البنسيا وعندي هيك، فلا بكمل هالأكم من سنة، مع إنه بتشوف المعلمة مش قادر، ما عندهاش الطاقة. فبفكر إنه هون لازم يأخذوا القرار إنه ستوب، أنا لازم أطلع وأعطي للجيل الجديد. كمان إحنا بنقدر نحكي إنه اليوم كتير معلمين هني مش عن جد قادرين يواكبوا السرعة بتاعت العصر. صحيح. ففي فجوات كتير كبيرة بين المعلم، المعلمين الجيل القديم والجيل الجديد. ف الجيل الجديد بيجي أكتر. نعم، بياخذش استكمالات رغم الاستكمالات. قديش من ناحية الشخصية يعني، كمان الشخصية كمان. إنه في إشي اللي هو مش مطابق مع جيل اليوم، فبفكر حتى كمان هون لازم يكون في تجدد دائم. كمان من ناحية المعلمين يعني. أكيد. وإذا بدنا نجي شوي هيك نحكي على الطلاب كمان يعني، الطلاب تغيروا يعني، الطلاب أكيد. قبل سنين هن مش طلاب اليوم، مش طلاب يعني اليوم. حتى إذا بدنا نجي نحكي على الابتدائية. شو أنتوا كمربيين وكمعلمين يعني، شو التحديات تعودكم مع هدول الطلاب يعني؟ إحنا اليوم بنشوف، بنرجع بنحكي، في عنا طلاب أذكياء وفي عنا طلاب شاطرين ومنح، ولكن كمان بنشوف في هناك نوع هيك من موجة الوقاحة بدنا نحكيها يعني، إنه وكمان إلها علاقة كمان مرة بالتربية يعني. بنشوف كتير مشاكل ممكن تصير بين الطالب والأستاذ والأهل يعني، بدل ما ييجوا مع الأستاذ اللي هو طبعا المعلمة أو المربية، بيجوا عليهم يعني. فاحكي لنا شوي على هذا هي النقطة. أنا بفكر إنه بالآخر إحنا عنا اليوم جيل اليوم فيش عنده حدود يعني، بالتالي ممكن أنت تربي ابنك أو بنتك أفضل تربية. بتروح على الروضة أو على المدرسة تبدأ تسمع كلمات اللي مش مألوفة لإلها، فبتجيبها على البيت بتحكيها. وانت بتنجني بتقولي أنا شو عملت إلي سنين بربي ببنتي عشان بالآخر تيجي تقولي هاي المسبة. فالبيئة إلها كتير تأثير على الأطفال، على الأولاد. اليوم بتروحي على البستان، على المدرسة، بتطلعي بالباص بتسمعي كلمات اللي هي عن جد مش بمحلها. اليوم في كتير أهل بيجوا بعطوا التليفون لابنهم هقعدوا احضر وأنا خليني أروق وأشرب كوباية الناس، ومش عن جد بيراقبوا شو المضامين اللي عم بتكون عم تنعرض لإلهن. فهذا بيأثر عليهن، بيأثر على شخصيتهن، بالتالي بيأثر عليهن إنهن لما يروحوا على المدرسة كيف يتعاملوا مع الأستاذ، الطريقة اللي يحكوا فيها. فهي هون في صعوبة لما معلمة بتسمع طالب اللي هو بقلل احترام منها. وكيف تعاملكم مع الأهالي يعني؟ هنا زي ما قلت النقطة كتير مرات، إنه الأهالي مش بيجوا بحطوا حد للطفل، لا بيجوا على المعلمة أو على المربي، خاصة إنه إسا زي ما قلنا النسبة الأكبر نساء، فكمان بيجوا إنه كيف تحكي هيك مع ابني، كيف بتتصرفي هيك مع بنتي يعني. فمنشوفش فيه هناك تعاون يعني، قديش هي ممكن عن جد تسبب مشكلة وتأثر حتى سلبا على ابنهن بالنهاية. صح. لأنه بالآخر لما الأهل بدهن يجوا، فيش أهل بيحبوا يسمعوا إشي مش منيح عن ابنهن. كلهم بدهن ابني بيعمل هيك، لا بمستحيل أصدق. صعب علينا كأهل نسمع إنه ابني قصر هون أو ابني تصرف بطريقة غلط. فبالتالي إحنا بنيجي بنحكي يعني إنه وين أنت كنتي يا معلمة لما ابني عمل إشي معين؟ وينك أنت؟ وين كنتي؟ لا ابني بيعملش هيك، وإنهن يكذبوا المعلم ويصدقوا الولد عشان يقولوا من شخصيته، بس بالتالي هاد بأثر على الولد سلبا، لأنه ممكن عن جد إنه يكون عامل إشي مش لائق، وبالآخر أنت تيجي تقويله هذا الإشي، فبالتالي بسمح لنفسه المرة الجاية يزيد التصرف الغلط ومش يقلل من هذا التصرف. طب بهذا الموضوع هيك، شو ممكن تعطي نصائح لمشاهدينا الأهالي اللي متابعينا اليوم بالبرنامج؟ بفكر أهم إشي إنه كونوا مع أولادكم. هاي الفترة بتمرق كتير بسرعة، وبعدين بتحكوا كيف ما اهتميتش وكيف ما انتبهتش، فكونوا معاهن، شوفوا شو المشاهدات اللي بيشاهدوها، شوفوا وين التقصيرات وشدوا معاهن عليها. بالاخر انتم عم بتاسسوا لجيل المستقبل، والكل بدنا، الكل الاهل بدهن بالاخر ان اولادهم يكونوا انجح اولاد. والاولاد هي بالاخر
بترجع لإلكم، يعني أنتوا بتربوا وبتجتهدوا فبالتالي برجع للأهل. وأكيد كمان بالآخر برجع للمجتمع. للمجتمع بفائدة للمجتمع أكيد طبعاً. فاستثمروا فيهن واهتموا لهن واعتنوا فيهن حبوهن. زي ما قلنا أماني الضيف اللي قبلك كنا عم نحكي على موضوع الرياضة، قديش كمان هذا الموضوع بالمنهاج التعليمي لازم يكون موجود. يعني إحنا بنعرف عنا حصص الرياضة، اللي حابب يشارك بيشارك واللي مش حابب بيشاركش. صح. أنا مش راح الصراحة أكذب، بس أنا بعرف شو الوضع اليوم القائم، بس هاي اللي أنا بسمعه يعني إنه بعد الوضع زي ما هو فيش كتير تسليط ضوء على كل موضوع الرياضة، مع إنه كمان مهم من ناحية تفريغ الطاقات السلبية وبرجعهن هيك أكتر نشطين. شو رأيك على هاي النقطة إذا بدنا هيك نحكي بكل ما يتعلق بمدارسنا يعني وبالتعليم وأهمية الرياضة، أو إنه عن جد تكون حصة ولكن زي ما لازم، مش إنه حصة هيك اللي بده بيشارك خذوا الطابة وإلعبوا لحالها، لأنه زي ما سمعنا كمان عبد الله مثلا قال إنه باليابان وهيك عندهن حصة كاراتيه كل يوم قبل المدرسة. أنا مثلا كمان بعرف بألمانيا أنه عندها حصة سباحة كل يوم قبل المدرسة، وبريطانيا عندها يعني حصة سباحة. يعني عندهم حصص قبل ما يفوتوا التعليم هيك. شو رأيك بهذا الموضوع؟ شو لازم أنا برأيي حتى أنه لازم نزيد من هاي الحصص، ومش شرط بس أنه يعني زي ما قلت حصة تكون حصة في إلها سيرورة معينة، يبدوا بتمارين وبعدين يطوروا بعرفش لعبة أو أي شيء إن كان، بس بفكر انه هذا بذوت عندهن قيمه انه انا لازم اتحرك، لازم اعطي جسمي الافضل، لانه احنا لما بحركه وبرياضه جسمنا بقوى عمليا. فانا بفكر انه لازم يزيد. وانا كنت بحب لاولادي يعني لما بنتي تصير بصف اول يكون في عندها الامكانيه انه تختار اي حصه رياضه هي حابه تفوت عليها، ممكن يكون فوتبول، ممكن يكون تنس، ممكن يكون رقص باليه، بس هي تختار. اليوم كمان انا بحب اضيف انه كثير دورات رياضه بتنعمل للاهل بصرفوا كتير عليها. صحيح. يعني اليوم أي دورة رياضة خارج نطاق المدرسة الأهل بصرفوا عليها كتير. صح. يعني بدفعوا كتير عليها، فبالتالي المدرسة ممكن تقدم للطلاب هاي الإمكانية. وإذا بدنا هيك نحكي كمان على زي ما قلنا أفة الجريمة وال يعني الجريمة المتفشية عندنا يعني في المجتمع، كيف ممكن نساهم في إطار المدرسة؟ إحنا بنرجع نحكي دائما التربية الأساسية هي من البيت، ولكن كيف ممكن نغير تعال نقول من ناحية الطلاب أو نظرتهم للمجتمع للبيئة، وقديش ممكن يعطوا ويساهموا ويكونوا إشي إيجابي في المجتمع؟ قديش تأثير في هون للمنهاج التعليمي أو للمدرسة والتربية؟ بحس لما الطالب بشعر انه في له قيمه بيقدر يكون مبدع. فهون بيجي دور مش عنيف يعني، ومش عنيف بيقدر يكون مبدع لما هو بحس انه هو قادر يعطي، انه في حدا عم بسمعه، حدا قادر يميز شو القدرات اللي عنده، فهو بيقدر يبدع. وبالتالي لما الولد قادر يبدع وقادر يطلع الطاقه اللي عنده والشغلات الايجابيه اللي عنده، بالتالي الأمور السلبية بتقل، لأنه هو مفرغ طاقته ومفرغ الأمور اللي هي عمليا سلبية، يعني سلبية قادر يطلعها بالضبط. قادر يطلعها بالأمور الإيجابية. وهون بيجي دور علاقة المعلم مع الطالب. وشو المدرسة بتعطي برامج. اليوم إحنا عندنا كتير برامج بما يخص العنف والقيادة، بس هل في حدا اللي بتابع هاي البرامج؟ هل حدا شايفين تغيير على ارض الواقع؟ بالضبط، يعني احنا شايفين تغيير سيء. يعني حتى من وانا كنت بالمدرسه يعني في هاي البرامج موجوده، كيف اتقبل الغير، القياده، ولكن ما فيش ولا مره حدا عن جد فحص كيف بدا المسار وكيف انتهى. شو التاثير الايجابي اللي صار، او تاثير سلبي يعني طبعا ممكن يكون. فبحس انه هاي هي المحل اللي ممكن يقلص العنف، لما احنا منشوف البرامج ومنراقبها ومنشوف ايش مدى تاثيرها على الطالب، لما احنا بنعطي للطلاب انهم يبدعوا ويطلعوا اللي عندهم ونسمعهم شوي، نسمع شو هن عندهم يحكوا، شو الامور اللي هن حابين يعملوها، فبيكون في تغيير كتير كبير. ان شاء الله هيك بعد كم سنه عن جد نبدا نشوف تغيير، لانه فيش شيء سحري يعني اكيد. يعني سنين من عنف وجريمه مش رح تنتهي بيوم ولا أكيد. بشهر ولا بسنه أكيد. ولكن احنا طبعا بنطمح انه هيك بعد كم سنه نكون عن جد بوضع احسن. بدنا نرجع هيك شوي كمان اماني، انت مركزه مشاريع في جمعيه مبادرات المستقبل، احكي لنا شوي عن
جمعية مبادرات المستقبل هي جمعية اللي بتساعد على بتساعد النساء عمليا انهن يوصلوا لاستقلالية مادية من خلال مصالحهن ومشاريعهن الخاصة. فمؤخرا افتتحنا اول برنامج بحيفا، اخترناها كمدينة مختلطة اللي نبدأ فيها هذا البايلوت. الجمعية هي بتشتغل من 2015 مع كتير شركاء للبرامج الموجودة. وشو يعني شو تعني نقول الأدوات اللي ممكن الإمرأة المشاركة تكتسبها؟ المشاركة بتكتسب كيف تدير الأمور المالية بطريقة صحيحة، كيف تحدد جمهور الهدف تاعها، كيف تسعر المنتج أو اللي بتعطيه للناس، كيف تبني خطة عمل سليمة بما يخص المصلحة تاعتها، وكل عالم التسويق والتسويق الإلكتروني، وكيف أكتب كيف أسوق نفسي بطريقة صحيحة. وهل بتشوفي في هناك إقبال يعني أو توجه من نسائنا العربيات بحيفا؟ بحب أحكي عندنا البرنامج هو لمئة امرأة، 50 امرأة عربية، 50 امرأة يهودية. بخلال شهر خلصنا سكرنا التسجيل عند النساء اليهوديات، فبتيجي التحديات أكثر عند النساء العربيات. وهون أغلب النساء المشاركات معنا هن تجرأوا وحكوا إني أنا بدي أكسر حاجز الخوف وبدي هاي الدفشة يعني اللي بتعطوني إياها. بس كان في صعوبة معينة إنه نجيب النساء، نستقطب النساء للبرنامج، ولكن تم الإشي وعندنا 100 امرأة عربية، سوري 50 امرأة عربية. فهذا إشي جدا هيك بيعطي أمل وتفاؤل إنه النساء بدها تحقق ذاتها. أكيد هون إحنا عم نحكي عن مصالح صغيرة أماني ولا بتعلق كل واحدة والمصلحة أو المشروع اللي عندها يعني. وهذا شو يعني ضمن إيش؟ إشي من البلدية أو إشي لا هو من يعني. جمعية مبادرات المستقبل. إحنا التمويل الأساسي تاعنا من الفيدرالي الأمريكاني. طبعا الاشتراك هو المشروع الكورس بعت الامرأة كمان غير 9 لقاءات وجهية مع مرشدين اللي هن من عالم التسويق. كمان بعطيهن 9 لقاءات مع مرافق مهني واحد على واحد. يعني كيف انت تطوري المصلحة تاعتك واحد على واحد مع مرافق اللي بحكي لك بالضبط شو تعملي وايش ايش الامور لازم تشتغلي عليها بعد ما يخلصوا الشبيبة لا ساعتها بركي هيك عن جد بنستضيف امرأة وين كانت استفادت بعد طبعا ممتاز. فكرة رائعة بهاي المبادرة. أمانة طبعا زي ما قلنا أنت بلجنة الشبيبة في بلدية حيفا. أول شيء احكي لنا كيف عن جد تكوني ناشطة في بلد أو مدينة مختلطة وخاصة في ظل هاي الظروف، وقديش هاي احكي لنا شوي كمان عن اللجنة الشبيبية يعني شو عم تعمل، هل هناك في مشاريع، هل في هناك مشاريع متعلقة بطبعا الحد من الجريمة والعنف في المجتمع؟ بحكي انه بالنسبه لهي اني اكون جزء من هاي اللجنه. طبعا اول شيء بشرفني هذا الشيء لاني انا من جيل الشباب وانا بدي اغير بهذا المحل. فحاليا صراحه بعدنا ولا جلسه كنا فيها لانها بعدها مش باديه فعليا. بعدهن باخذوا الموافقات الاخيره على اعضاء اللجنه. ولكن في عنا خطه عمل كمان كحزب وكمان كامور اللي انا على الصعيد الشخصي بفكر انه لازم نطورها. عم نشتغل عليها. بيهمني اني انا كمان اسمع من الشباب شو الحاجة تاعتهن. ولكن أمور اللي إحنا رح نسلط الضوء عليها كمان الرياضة، أقسام كل المراكز الجماهيرية، كيف نفوت الرياضة ونعلي من الاشتراك يعني. فيها الشغل، التعليم. بالتالي إحنا بدناش إنه الشباب والصبايا يتركوا حيفا ويروحوا لأماكن تانية، بدنا نحافظ عليهن عنا. هاي أمور اللي إحنا رح نشتغل عليها. كيف نوفر لهم أكثر راحة وأكثر أمان بالمدينة. وبالنسبة زي ما قلنا لنشاطاتك وفعالياتك في مدينة مختلطة، كيف هل في هناك تحديات أو صعوبات أكثر من لو كنت بس بنحكي بلدة عربية مدينة عربية؟ في تحديات أخرى ولا أكيد في ممكن الإشي يكون إيجابي يعني أكثر من ما هو؟ أكيد في تحديات، وأنا بحب أخذ دائما هاي التحديات كفرص لإلي أني أتعلم منها. لما إحنا بمدينة مختلطة فبفكر أنه دائما في أشوف
شو التاني عم بيساوي، كيف ممكن شو احنا ممكن نطور عنا، شو ممكن نضيف، لانه في شغلات اللي انت مرات بتكونيش عن جد منتبهة لإلها، مواضيع معينة فبتحس انه في عندك كيف تشوفي ومع مين تقارني وكيف تطوري اكثر من المجتمع تبعك. اها امانة شو رسالتك بالدكتورة اذا ممكن نسأل؟ يعني شو اللي حاليا انا بعدني بمرحلة اني عم بكتب يعني الرسالة، بس هي رح تكون عن الاقليات والتحديات اللي بيواجهوها الاقليات. اها حلو كتير. امانة طبعا بدنا نرد نسألك كمان مرة، ايش ممكن تعطي نصائح للاهالي بشكل عام؟ يعني زي ما قلنا احنا اسا حاليا موجودين بفترة العطلة الصيفية، بعد عنا وقت يعني هيك يقضوه بالبيت، في ناس اللي طبعا مسجلين اولادهن بالمخيمات ففي عندهن بشو يتسلوا يعني ويقضوا وقتهن، وطبعا في اللي موجودين في البيت، شو ممكن هيك عن جد تعطي نصائح للاهالي بداية وبعدين رح ناخذ منك نصائح للنساء القياديات؟ بالنسبة للاهل برجع وبحكي انه كتير مهم انه احنا نصغي لاطفالنا بكل كبيره وصغيره، نعطيهن الاهتمام. لما الطفل بيجي لعند الام وبيقولها ماما تعالي العبي معي، حاولي اعطيه هاي الكم دقيقه انك تكوني معاه لانه هو بحاجه لإلك. بالاخر احنا القدوه لاهلنا لاولادنا اسفه ولاهلنا كمان بالنتيجه صح كمان لاهلنا بفتره معينه من الحياه احنا صحيح. بنكون كمان قدوة. هاي على فكره اهم الشغلات اللي بنحكيها دائما بجيل المراهقه، انه بصير في زي فجوات بين الاهل والولد. فكتير مهم انه كمان بسبب التكنولوجيا اللي هي ادت لانه يصير في هاي الفجوات، فبصير في دور الاهل بقل، وانه هو بصير بحاجه للولد انه يساعده، ساعدني كيف اكتب، ساعدني شو اعمل، فهاد بيؤدي اكثر لانه يكون في فجوات بين الولد واهله. مهم انه نكون معاهن، ندعمهن، نعزز ثقتهن بنفسهن. وهي على جميع الأجيال يعني مش بس للأطفال. ودائما تحثوهن إنهن يشوفوا شو الأطر اللي موجودة حواليهن اللي بتعززهن وبتعطيهن معرفة أكتر وتعلم أكتر، وإنهن يكتشفوا شغلات جديدة. بس هيك انه كونوا على سامعينهن وهيك مركزين معاهن اكثر. هاي طبعا النصائح للاهالي اللي متابعينا. اسا بدنا نعطي نصائح للنساء وخاصه للصبايا طبعا. امانه زي ما قلنا ام وامراه شابه وناشطه اجتماعيه، وقلنا كمان متعلمه وعم بتكمل الدكتوراه، فجدا مهم عن جد يعني نحفز غيرنا يعني. فشو ممكن هيك توجهي نصيحه كمان للنساء اللي اكبر بالعمر وكمان للشابات؟ طبعا التعليم، وانه الواحد يحقق ذاته فيش له جيل. بامن انه كل جيل بيقدر الواحد يعمل وينتج. بالاخص انه رغم كل الصعوبات والتحديات اللي موجوده عند كل امراه، او كل وحده تحدياتها وصعوباتها مختلفه عن الثانيه، بس ما تحطيهن وكانهن هذا هو العجز تبعك وانه بسببهن انت مش قادره تتقدمي. ولا حدا بيطلع السلم مره واحده، بنطلعهن درجه درجه. فامني بذاتك، امني بقدراتك، وانك انت قادرة توصلي فرح توصلي، ولا مرة تستسلمي للواقع اللي انت عايشة فيه. أماني عودي مربية ناشطة اجتماعية طبعا ومركزة حركة شبيبة بيتنا في حيفا. أول شيء شكرا كثير على المشاركة، وإحنا طبعا بنفتخر وبنعتز يعني بنساء مثلك قياديات وناشطات اجتماعيات، فعن جد بنتمنى لك النجاح وإن شاء الله بنستضيفك ببرامج أخرى. شكرا كثير. شكرا كثير. شكرا لكم مشاهدينا الأعزاء، شكرا لمتابعتكم بعدكم حلقة اليوم من برنامج الموجة المفتوحة الذي يبث بالتعاون مع موقع بنت. انتظرونا الأربعاء الجاي مع ضيوف جداد ومواضيع جديدة. مني أنا سمر عودي كارنتيناجي، أطيب التحيات وإلى اللقاء.